ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية رسالة واردة من صاحب السمو أمير البلاد يعرب فيها عن خالص ارتياحه للأجواء الديمقراطية التي سادت جلسة بحث موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وشكر النواب سمو الأمير على الرسالة ومثمنين دور سموه في جعل الكويت مدرسة في التوازن والاتزان في ظل محيط جغرافي ملتهب، ومؤكدين أن سمو الأمير محط أنظار العالم في العمل الإنساني والخيري، ومضيفين أن الكويت كلها تشكر صاحب السمو لما يقوم به من دور فاعل في لم الشمل العربي واللحمة الخليجية.